سجاير. برضو السجارة ما ولعتش برضو. أولع إزاي أنا؟ ممكن أولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركة والبركة والمركة. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا نندر. انا ما عملتش حاجة والله. قدامي احرق القاهرة يا معتدي اسير. انا احرق القاهرة ليه؟ اقرا حريق القاهرة، اقرا حريق القاهرة. لو انت علمته الخلايا بتاعته اقرا حريق القاهرة، اقرا حريق القاهرة. وصحابة صاروخ ليه كده؟ اشاعات؟ ايوه واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ اه كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك اللي منور الجرانين؟ انا ما اعرفش. انا واقف مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من أعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول إيه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي أنت متخفي من ورائه؟ إيه بقى نعم؟ دليل إيه؟ دليل إيه؟ أنا مش عارف حضرتك بتتكلم على إيه أصلاً؟ دليل إيه حضرتك؟ إيه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان أنا روحي بتلعب في مناخيري. ألف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره؟ حريق القاهره. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا ستوب موكشن بقى كده. ده ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انت فاكر ان انا يجي لي قلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. ازاي انت من الفدائيين؟ فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك. الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره ايوه لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهرة. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهرة انا ممكن اسقط لك بكرة احرق مسجد السمان والجيزة وبني السويس والحتت دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجة تاني؟ شوف انت عايز حاجة بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخلية؟ اتصال بمين في الخلية؟ بالراجل صاحب المنحل نفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجة انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزنا بقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايز نركبها وابقى معاها واخد بالك؟ بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شوف المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزة. نكتب له الجيزة. قلنا هنحرق الجيزة وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول للمحضر اللي أقول عايز. ممكن ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله لا مؤاخذة عادي. اتفضل يا حضرتك. بص هنا اكتب الجيزة، اكتب الجيزة. ايوه. وبني السويس. وخش بقى ايه الاتحادية. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعة ومدان عدين. ماشي؟ اه كده خلاص. مرضي؟ اه كده انا مبسوط. في اي اضافه؟ والله شوف انت بقى استضيف حاجه انت تضيفها. اكتب. وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه
26 يناير ايوه يناير سنة 1952. لا والنبي 52 52؟ ايوه 52 52 52 لا لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7 و11 دقيقة. وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو، ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدور ده؟ يخرب بيت أم اللخبطة، اللخبطة من واحد لوحدك. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي ولع دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ وسمعنا ان اللمبي اللمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي، الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه اللي ورا الحكايه دي؟ القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والرياتير وسهام دول علاقتهم ايه في الثروه الثوره بتاعت اللي حصلت في هنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعا يخلع سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما أنا من عجبك، ما أنا أصلا خبيث، يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناة. رفض تسليم القناة؟ والله عنده حق. وبعدين القنوات ما هي على قفا من الشيب. احنا ممكن نسلمه السي بي سي لمحمد الامين نفسه لو عايز يعني. مين محمد الامين؟ محمد الامين ده زعيم الدش في مصر عندنا يعني. بس الكلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهرة؟ ايوه. الجماعة المدربة. ده كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب، بني ادمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهرة لإحراج النحاس. خلص قلنا اللي جابونا ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمة. ماله بقى؟ مصمم إن الليمبي هو اللي حرق القاهرة. وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه. اللي فيه يا عم؟ أنت حاسس إن البلد كلها مستنية الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي. وحكم دار عاصمة وتاكسي العاصمة. وانت شكلك اصلا مش من العاصمه، وبعدين ده عصر غريب، وانت غريب، وشكلك غريب، وعايز اروح المشوار الغريب بتاع ام اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي، بس انت خليك محله. حاضر، محله، وحله يا حله، مروان كريم يا حله، اتفضل. يا عزيزي الليمبي ده. ايوه. مخابرات الانجليز وراه. ايوه. مخابرات الملك وراه. ايوه. والبوليس السياسي وراه. ايوه. يعني هيجيبوه هيجيبوه. يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يا ابنوني يا عم الحاج وش كده في السيده بسن سنجتي يا معلم، اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج، ده انا الليمبي اللي انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي، كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحريه
هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبه ولا حركه تردد؟ تردد. ايوه دي احزاب جديده دي ولا اه احزاب جديده لسه معموله. اتاسست امتى؟ ده وانا جاي في السكه من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه. معرفهاش للاسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. انا ممنون منك خالص. وانا شرطت منك خالص والله. والله يا حضرتك المشوار ده طويل. ايوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لو النبي 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ انت ظريف خالص. وانت خفيف خالص. دي حركة دي. ده الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامه يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصه دي. تعال. ايه؟ اخرت كده ليه؟ مش عارف انا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي آراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والإنجليز الملاعين بيلعبوا بيوريت. مصر وقعت من براسن الأباكسة. صحيح. كان بودي أعرف مين الشخص الأمين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شق التعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سافر لك يا بدر. ما ايه ما بنطلوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ ده تمويع عشان الانجليز. لا شوف انا كده لك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده اشتغل. هو دور ايه؟ يلا يا فندين. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ يلا يا بلدينا. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني ايه؟ انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم. ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمها لك بعدين يعني. مصر. لا مصر. ايه؟ مصر. انت بتوقف بجو ولا حاجه؟ مصر. خلاص مصر مصر. ملاكه ولا اجره؟ يجب ألا نحيد عن الطريق. هتصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ وده إيه؟ أنت عطفة حنطور. وأنت عطفة شبارة. وأنت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا إيه؟ توزيع امتحانات؟ وأنت جبل المعز وضرب المهابيل. وأنت قلع القميص. نعم. قلع القميص. طب ايه يا جدعان؟ انا وانا اخش جوه ورشه الخراطه يقول اقلع على الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع على القميص؟ انا تفكرني ايه؟ مزه ولا ايه؟ حلوه كلمه مزه دي. هتكون كلمه السر الليله. نبي عسل انت. خد. نعم. دي مجموعه قنابل. يا راجل ايه يا عم ده؟ مالهم القنابل؟ وكل الحلقات مربوطه بالسلك ده. اه. ساعه ما تخرج مجموعه الوزراء اه تروح شارل السلك ده. وانا شايل القنابل. ايوه تقوم القنابل المنفجره وتقضي على المجموعه الفاسده. لا والنبي وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. والثوار وانا هكون فين؟ هتبقى في الجنه ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رسالة. أيوة لا أنا مش عايز الرسالة دي. أنا في غنى عن الرسالة دي. أنا مش عايزها. أنا مش عايز أموت شيء. مش عايز أموت النهاردة. بكرة بكرة الساعة 7:30. الله مختار الدنجرة وبعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده.
انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن روتينياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ انا هوزع المنشورات وانتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان اخرس وانا. ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها افجر واقابلك على طول. انا نزلوا تبان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد. والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا عمي. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت انهم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ اه مدام انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا عندي فكره، انا عندي فكره من زمان عرفت. انا معقول لحقت تعرف لوحدك؟ امال ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. اه وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الراي ليه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. اه وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهمه. المفروض تقعد في قلب البيت كده مسدده معززه مكرمه. ها ولابسه الفستان الازرق الشيفون ده. تشم يا قليل الحياه. والنبي قمر قمر على حتى كمان وانت متعصبه كده. مع السلامه يا رفيق. رفيق بقى بعد الليله دي كلها وعمال الاغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده في الاخر ابقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللين ده قبل الرفيق ده. على الطلاق لو شفت رفيق ده لاظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه؟ ايه؟ ايه الضرب دي؟ ايه؟ عيد ميلاد مين ده؟ عيد ميلاد برافو! برافو! فكرة هايلة يا علي. إننا نتقابل في الأوتوموبيل بتاعي وأغني شفاغ العيلة مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي أسراني بأفضالك يا إنجي. ما تتصوريش أنا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربية البيضة دي! لا مستحيل، مش متصورة. علي عم أغني أرجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة. خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده، هاتوه. قدمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت بتعيرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلوا انزلوا انزلوا. إيه يا جدعان؟
ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح ان اصابته بليغه جدا. عملت له انا فين؟ انت في الاوتوموبيل بتاعي. اوتوموبيل؟ ايه اوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم بس افرشح عينيا الاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. ايه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه. كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ود وطمأنينة للبل. ارجوك يا سيد. يا عم انا مش سيد، انا اللمبي. اعرفك يا علي، اللمبي افندي. ايوه احمل كل ودن وطرنبيقه في قلب الطرنبيل. عرفت خلاص، المهم يتهز في حديثه شويه. يا عم تهز بايه وانت بتكلم مقرئ؟ وبعدين تهز بحزم لك وشك ده. اوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص، ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبة فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني بأورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ضرفة دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مرة اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. يا عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكره انتوا دمكم تقيل قوي. اكم من مره اقول لك طرفه مبهجه ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مساله قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضرب في الحيط ازاي، وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. اطلع يا اورن على اي بنت، اي بنت مشبوه اطلع. كداب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء. افضل اني ما واجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع ايه؟ السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبة فندي للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبة فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبة فندي؟ ده اخوها.
يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني العربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان، انت بسالك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام ايوه. أرجوكوا، وأنا مش عايزاكوا تشعروا بزعر، البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معاي. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل، بتكلمني أنا مش أنت. لا، أنت زودتها خالص يا لمبسندي. يا راجل اللي بلا زودتها بلا بتاع، وأنا بعمل لك قهوة، تقول لي زودتها خالص. أنت أوشكت إن أنت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم أسحق إيه وأنا أعمل إيه وأنا همسح أوضة، يلا أجري. يا مجري بقى. صحيح يا لمبافندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجة تانية خالص، انا والدي تاجر نباتات نادرة. نباتات؟ رائع، انا اعشق الزهور، اي نوع من النباتات؟ بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم. بانجو؟ ايوه، عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي، هناكل؟ يا برنس. يا سبحان الله، اول مره اشوف برنس مشخر. عريته البرنسات. اصحى هنتاخر على ترابيزه القمار. يا الله، عايز ايه يا برنس؟ انا رايدك في شيء مهم للغايه. افندم. الست الصغيره مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها. عارف عارف الحيوان ابن الجناين اسمه علي. ليه توسعت المره دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس؟ وفين الحيوانات دول؟ في الجنينه. جنينه ايه؟ جنينه الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات، جنينه القصر سموك. انا هموتهم بقى واخلص. يحرق ايه ده؟ انت خايفه ليه؟ خايفه ليه من البرنس عايله؟ اخويا شراني واحمق، والبندقيه ما بتفرقش ايده، ودائما ابدا بيشترك في مسابقات التيرو. طب ما طالما بيسابق في التيرو ايه اللي هيخاف منه بقى؟ لا، التنشين على صحون الخزف. على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ صدقوا طمني بالله، اغزه أغز بقه. شيل ايدك من على الوردة يا ابن الجنايني، الوردة دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبة فندي. يا راجل، أمال ماله رفيع في الأفلام كده ليه؟ أنت واخد كورتيزون ولا إيه؟ إيه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الوردة لن أتردد لحظة في ارتكاب أي جريمة. يا عم تتكلمني انا ليه؟ وما هو اللي ماسك الورده؟ موجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبافندي. اتراجع ايه؟ ده دي تطلع في كل البلف بتاعه وخلص، هتلاقي بنطلون وقميص مرمين على السور. ايه يا عم بلولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وتؤمن بالله اطلع يسلح ليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب، يبقى انت اللي جنيته على نفسك. الحقيقه بسبوسه لانه من الوقت عشان انشاء قضايا بقى وهنوده. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش، ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه، نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل، أنا متضجر متضجر. وعلى المتضجر اللي قولي تضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي أويكا، بكرة يقوم ويبقى زي الفل. اولا انا ما بحبش عليا ويكا دي، انت تعرف يعني ايه ويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش عليا ويكا دي تاني. انا عارف انا يعني ايه ويكا. اتفضل. يعني ايه ويكا؟ يعني واد مش مظبوط، غويشه يعني. اتفضل.
حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصه البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري، كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زياره تكفينا كلنا، ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها، بحب انجي يا والدي، حبي ليها حب عذري اقوى من البط والوز وكل الامور الدنيويه دي. اذا ما كانتش القسمه معاها حب بطها حب وزها، لكن ما تخسرش كل حاجه يا ابني، ده كفايه البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي. اصيله يا ابو علي. هروح اذبح بطتين. احجزي لي الزلموكه. زلموكه ايه يا والدي؟ انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها، ما تعوضنيش عن انجي. كبر لكم كبر لكم كلكم. يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك، لان هو ابن الاكابر وانت ابن الجنيني. ابن الجنيني ابن الجنيني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني. عايرك عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد واحد، يا ريس عبد واحد. ايوه مين؟ سمو الاميره. سمو الاميره. نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان فستان سمو الاميره. اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ اهلا بيكي، نورتي الدار. يا الف اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ انت نورتينا. اتفضلي يا سمو الاميره اتفضلي. نهارك سعيد. يا اهلا اهلا، انا مش قادر اصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا الف اهلا وسهلا، يا الفين مرحبا، يا 3000 قطعه. يا سيدي خلاص يا سيدي، انت بتنزل الراس قوطه خلاص. الليمب فندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد اصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا انا ما الرصاصه ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر، ده هو ضربني بالبندقيه بعجها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت. لا كفايه، مش من الضروره انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديكي وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. مهنك ومحتاج ترتاح. صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان معفن و... ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. على عايز اقول لك ولا حاجه. يعني الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيل ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك الحكيم قال كده، الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده يعني؟ ده ابويا يا لم فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني. الحمد لله على السلامه، ربنا يهديك. بقول لك ايه؟ انا جعان. يا حرام، انتوا ما بتاكلوش يا غيث عبد الواحد، ما لكمش حق. مين قال كده؟ عارفه جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، اكلهم كلهم. طب اسالي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لمبه فندي، ايوه انا جايبه لك حاجه هتحوز على اعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندابيط؟ لا. ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا لمبه فندي. طعميه. لا والنبي، جايبه لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروض مع الطعميه. ذوق الطعامه. حدوها. حقيقي عجبتك؟ بقى هجيب لك كمان. هي ايه خفيفه شويه ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعاده لقلبك. هو انت جلبت السعاده لقلبي وبس؟ ده كفايه دي. قلبت الحموضة على جهاز الهضم كله. ايه ايه ده؟ حتى عض في ايدي اهو.
شاهد الطعمية تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقولك كده اسمه مش سميرة. أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده، لأنه تقريبا سمع كل اللي إحنا بنقوله. هي في حد في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. إيه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية إزاي؟ على فكرة أنت حلوة أوي ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة أوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح إن الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا إيه؟ لب أفندي انشي أنا مهنك القوى. أجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. أنت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف أنا حاسس كده ناحيتك فيه حنان حنان. أنا بعيش أرق عطفة عشتها في حياتي. أيوة بقولك إيه؟ أخبار أخوك طيبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبادة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتيه؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا أوحش ما يكون. برافو عليك إنك مسحت بين الأرض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. أنا حاسة إن مزاجي النهاردة منحرف شوية. أيوة. تعال نركب العربية. اوعى يا ابني اوعى يا ابني. اطلعي على اقرب حداد عايز اشيل الكتف ده. هو اخويا يا اخويا الدراع راجعني بدايه غلط صديق. يا عريفة سلام اتعشى بيك. امشي سلام اتعشى بيك. داري سلام. يا ابويا يا غلع الغلاصه دي يا غلع انت ده انت سليم قوي. امشي سلام اعوذ بالله اتعشى بيك. لان انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غلاسه خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سالم يا غدا اسكب ببوقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي اتش ومش اتش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى لقيت ده كنز جد اسمه هريسه. انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا غمس والمصحف غمس تسائيل. كان لازم أسأله هو مين وأشوف العلامة. تعريف يا سلام أتعشى بيك. إيه الضحكة الخنيقة اللي أنت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبه فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي
ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل أعاني من أرق شديد. أيوة كان عنده قرف، عنده قرف شديد. أنا كمان الدنيا مش سيعاني، إنما أنت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سعاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا رجل عيب عليك، أمك وأبوك الكبار دول يعني مش حرام إن أنت تستقبلهم؟ أي نعم أمك ميتة ومش واخدة بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا لمبة فندي، أنا أنأى عن فعل أي أفعال مشينة زي دي. وكمان مشيرة يعني سعاد وقلنا الناشي، وتروح لها كمان مشيرة وفي وشها، عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، هديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبة فندي، أنا مش فاهم مقصدك. على فكرة الواد شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبة فندي، علي صاحب قلب صادق، ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، الله عرفت عليك نادر يا عم، عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبة فندي. ايوه. تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده، بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغير اللي بتعمليه. أنا استحيل أوافق على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلمي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. اللمبي فندي. لمبي؟ حد كان يصدق كده؟ لمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطفة سيطرت على شغاف فؤادي، أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يعني يا إنجي اصرفي نظر عن الجوازة دي، يبدو ان الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن اتراجع، انا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا انجي؟ حبنا يجب عليك يا علي ان تشعر بشعوري وتسعى لاسعادي. اعذرني يا علي. انت بتعايريني عشان انا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيره والدك يا علي؟ رئيس عبد الواحد اهمل الجنينه لدرجة إنه الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه لمبي فندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ست خو، أنت غاوية ولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هغشم راس اللي اسمه اللمبي ده، حس كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنين، إنما اللمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة لللمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي لمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك،
بس انا عايزك في كلمتين على الفرد الاول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعال. انا اضمر لللمبي كل الحقد وكل دي كمان. افتح بقك شويه. اصل البق صغنن. بس كفايه بقى لحسن المسانه اتملت عندي. خلص. لا قولي لي يا انشي، هو انت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا ايه؟ انا ماليش حد ارتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه انت واخده ازاله ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ ياما ناس بيضحكهم وقلوبهم داميه. القلب الصغنطة ده لسه حدا يكون في بامية ابدا. انا لازم امشي بقى. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ يا ستي. بليغ ملحن اكسجين وانا عارفه ما بتحبش. ده الناس بتاعت انزل. ما كنتش دخلت في الافلام. تيجي من اقرب الناس ليا. انا ايه عم تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير سعيده. عاجبك كده تحطها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. حيوان بعد ما اتأصبت الإصابة دي. بس رب درمة فنفع. ايه الأكل اللي بغباء ولا؟ سعيد مبارك يا لمبي فندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. ازيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسة. بدنا زي الفل يا عم علي. أنا ما شفتش أكل وخير بالشكل ده. في رغبة بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ دخل وانت عارف بقى ايه؟ كله كوم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كوم. تعبان ايه يا لمبي فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز خدته كده، كان نازل بص سنة بلدي نازل على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ اه ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله. الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 واقف صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم. انا واخد نحو الامال ايه وبيع ايه يعني؟ اهو ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحاناته ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزع لوحده والسدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك ما نصدمش. اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون. يعني مدين بالعرفان. عرفان يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي لانه ممكن يتشل. لا يا عم لا يا عم فضل ولا فلك يا عم. انت يشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك يعني مش فاهم انت تقصد ايه. نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا. انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه. اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانية مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مفندي. الله يخليك. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي يا علوه، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي حاضر يا لمبي فندي. بالهنا والشفا بالهنا والشفا.
سعيدة. فلت. ماشي. أكل مين ده يا أم علي؟ سنبي حرسه اللمبي. طب مش صح برضه يا أمي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وأنا كمان خبزة لسه صحيح. افتكر شر ما انحسست عليه. قلت لك اشرب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عيش طازه. ده انت ربنا هيجازيك على الكرم ده. يا كيتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسم يا بنتي.